احكي لي بقى ايه فكرتك عن الاحتراق الوظيفي وانت خدمة عملاء؟ يعني انت لازم دايما طول الوقت تبقى هتشيلنا من على الارض شيل، هتدينا كلام معسول، يعني خدمة العملاء دول بيبقوا الطف ناس المفروض. هو طبيعي ان اي مجال بيكون فيه ضغط شغل، يعني والمعظم كمان بل الاكثر ان معظم المجالات حاليا بيكون فيها الضغط ده. طبعا. الفكرة بقى من شخص لتاني ان حد بيقدر ان هو يعالج الضغط ان هو ياخده باسلوب تاني. يعني في شخص لا بيجيله طاقة سلبية جدا من الموضوع من كتر الضغوط. يمكن انا مثلا ممكن في اليوم بتعامل مع 120 عميل على الاقل، فده رقم يعني على مدار شهر انا 120 عميل في 120 شخص باسلوب مختلف بطريقة مختلفة بكل شخصية انا المفروض ان انا يعني اهندلها ان انا اطلعها بشكل تحل كويس، مشاكلها او ان انا اخلي صورة الشركة بتاعتي ان هي مميزة في النهاية، ان انا اخليه راضي احل مشكلته. فده ممكن بيسيب اثر نفسي عند بعض الناس، والبعض الاخر لا بيبدأ ان هو ازاي يعرف ان هو يتعامل مع ده. يعني انا كنت شوية من الناس اللي بقدر ان انا اسيطر على القصة دي، ان انا بقى اقدر ان انا ادعم نفسي، اقرا شويه في علم النفس، اقرا عن اللايف كوتش برضو، ايوه. بس ان انا احمد اشوف. انت في حاجه، انت ممكن لو يعني بتقدم سيرفيس لمجموعه من العملاء، انت ممكن خدمه العملاء دول بيبقوا بيعملوا ثلاث اربع عملاء في نفس اللحظه، ثانيه واحده معايا او تكستنج لكذا حد في نفس اللحظه. صح جدا. يعني فهل انا ده من ضمن برضو التنشنه او من ضمن البريشر الضغط اللي بيبقى عليك؟ هو ده طبيعي ويمكن منطقي كمان، لان انا الفتره اللي انا شغال فيها شات، فانا بتكلم ممكن مع 2 عميل في وقت واحد او 3 عميل في وقت واحد او حتى لو واحد بس. يعني الفكره كلها ان هو شخص ورا التاني ورا التاني، فده ممكن بيسبب شويه في النهايه ان انت يعني ازمه او ضغط نفسي، بس ده بتبدا ان انت بتعالجه. وبيختلف الموضوع من شركه لتانيه. في شركات فعلا تعسفيه فيها المبدا ده اللي هو الضغط، كل ما انا هضغطك كل ما انت هتديني نتيجة، او هو بيشوفك برضو ان انا محتاج منك النتيجة بس. وعلى حسب شركة تانية ممكن لا بتقدر ان هي تكافئك بما ان حصل ضغط شبه كده، او ان هي تهدي الامور شوية بتعرف تسيطر عليها. فيمكن شوية محظوظ ان انا الفترة الاخيرة في الشركة اللي انا فيها الجزئية دي. غيرت اكتر من شركة في مسيرتك المهنية؟ بالظبط. في الاول كنت شغال في شركة، يعني مش لازم اسم الشركة، بس مش هقول الاسامي. اوكي. لكن انت اقصد ان ايه، انك انت تخاف على نفسك من انك انت يبقى في احتراق وظيفي، بلاش كلمة احتراق وظيفي، انك انت تبقى مضغوط اكتر من اللازم علشان كده تغير الشركات، مش بس ولا كده، اوفر احسن، ولا مش بس السبب ده، بيكون فعلا في اوفر احسن، بيكون في مميزات تانية افضل. ويمكن مش بس عشان السالري او كده، لا بيبقى في بجانب برضو ان التعامل النفسي والاسلوب الشركة نفسها. في شركة عن شركة بتفرق شوية مميزات عندي، فانا بميل اكتر للشركة اللي من النوع ده. اوكي.